احلى تحيه للمعلم. كرام الله للعيون، العيون الحلوه والبدله الزيتيه اللي ما يلبسها. مذكرة الاعتقال الأخيرة التي نفذتها الشرطة الجنائية الألمانية بحق المتهم أحمد حاء، هذا الشخص كان يعتقد أنه اشتباه قوي بأنه كان أحد عناصر شبيحة الذين يعملوا ضمن الدفاع الوطني في منطقة التضامن، وهذا الشخص كان يعمل تحت إمرة الفرع 227 اللي اقترف المجزرة الشهيرة للأسف بالتضامن. المتهم هو أحد الميليشيات أو المجموعات الشبيحة التي كانت في مخيم في التضامن، حي التضامن، وكانوا يعملون تحت أمرة الأمن العسكري، وهو أحد المجموعة التي نفذت إعدامات فيديو التضامن الشهير الذي نشر منذ سنة أو أكثر. كان هو أحد المجموعات التي نفذت هذه المجازر، وهو صديق لأمجد يوسف الذي ظهر في فيديو مجزرة التضامن. المتهم لا يظهر بفيديو التضامن الشهير، هاي معلومة غير صحيحة، لكنه يظهر بفيديوهات أخرى يشارك فيها بعض العناصر اللي شاركوا بمجزرة التضامن الكبيرة، لأنه للأسف الفرع 227 ما عمل مجزرة واحدة بالتضامن، عمل انتهاكات كثيرة وعلى بأكثر من مكان، تضامن، حجر أسود، بالضاحية الجنوبية لدمشق، خلينا نسميها هيك، بالضواحي الجنوبية جنوب العاصمة دمشق. وهذا الشخص حالياً يواجه مجموعة من التهم، الشبهات والأدلة ضده قوية. المركز كان تواصل معنا أحد الناجين وتحدث لنا عن معاناه وتذكر هذا الشخص، ولاحقا استطعنا الحصول على شاهدين آخرين تواصلنا معهم للإدلاء بإفاداتهم. أحد الحواجز هو يعتقد أنه بشارع نسرين بالتضامن، والانتهاكات يعني تنوعت من إيقاف أشخاص على الحاجز، سلبهم ممتلكاتهم، موبايل، ساعة، مصاري، إلى تهديد أشخاص بالقتل، إلى إجبارهم على العمل بالسخرة وحفر خنادق حول المنطقة لأنه بيحكموا فيها الشبيحة من هجمات المعارضة. ايضا بعض الفيديوهات التي يظهر فيها هذا الشخص مع الفرع 227 يرتكب انتهاكات في تلك المنطقه بتلك الفتره موجوده ايضا، هي بحوزه الشرطه الالمانيه الان. نعتقد انها ستكون ادله كافيه، لكن طبعا سيخضع لمحاكمه ورح يكون عنده اكثر من محامي، وستظهر هذه الادله في المحاكمه على امل اعاده الحق لاصحابه وعلى امل ان يعني تعيد تحصيل حقوق بعض الضحايا من عانوا من الانتهاكات على يده. كما رأينا في بيان المكتب المدعي العام الاتحاد الألماني، ارتكب انتهاكات كثيرة بدوره على الحواجز. الآن سيتم التحقيق معه، وبعدها سيتم إصدار قرار اتهام ويحال إلى محكمة، وستكون علنية طبعا، وسيحضر الشهود وسيكون له دفاع. من المفترض أن تنطلق المحاكمة يعني مع بداية العام القادم، فإن شاء الله بنشوف الشهود والناجين عم يشهدوا ونشوف محاكمة عامة.